هذه البطة يا جماعة عقب ما غسلتها بس هذي أدجها بهالبصل هذا. أنا يا جماعة بسوي على طريقتي وكل الناس لهم طريقة يعني، بس بسوي على طريقتي أنا ويا البصل بدخل فلفل والدارسين والقرفة وانثر داخلها شوية هيل أوكي، وبدجها بالبصل مرة ثانية دج وبهالثوم هذا. شوفوا كل شيء عدل ها، وبخيطها وبخليها تطبخ، وإذا طبخت بالتالي أطلعها من الماي وأقصصها وعاد أبدي أقليها ونوريكم إن شاء الله الطريقة، بس يبي لها وقت اللي هي الحين علشان كذي أنا ركبتها مبكر وراح أرويكم إياها أول بأول إن شاء الله وسلامتكم. وإني خيطتها وحطيت معاها بهارات صحيحة كاملة، حطيت طماطم بدون ما قصصها وحطيت بهارات وخيطت البطن وخيطت كل شيء فيها وبهارات صحيحة.